طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020. يسرنا اليوم أن نستضيف اثنين من الباحثين الأماجد من الكلية الملكية في بريطانيا، الإمبريال كوليدج لندن، وهيقدموا سيمينار إن شاء الله، اللي هما دكتورة ميسون دهب، اسيستنت بروفيسور في الوبائيات في لندن سكول اوف هايجين اند تروبيكال ميديسين، وهيكون معاه برضو دكتور اوليفر واتسون، اللي هو باحث ما بعد الدكتوراه في قسم الانفكشيوس ديزيز ابيديميولوجي في الكليه الملكيه في لندن، وهو برضو عضو في الفريق الاستجابة لكوفيد 19 في الكلية الملكية. هم أصدروا عدد من التقارير لمختلف الدول، وكانوا ضمن المجموعات اللي بتعمل ادفايس للحكومة البريطانية. ومؤخرا شفنا التقرير اللي انتشر عن انه اعداد الاصابات او اعداد الوفيات في السودان بسبب كوفيد 19 يتعدى 16,000، وانه الرقم بتاع الناس اللي اصيبوا بكوفيد 19 قد يكون غير دقيق في السودان. فالدايلما دي شنو؟ المعضله دي شنو؟ ده عايزين نفهمها، ونتمنى انه ان شاء الله السيمينار يكون مفيد للمختصين وغير المختصين، لانه المرض خطير والاعداد بتاع الاصابات كبيره. فشكرا جزيلا لهم. نشكر برضو ندى على ترتيبه، دكتور ندى عبد المجيد، على ترتيبه للقاء، ومرحب بكم. تفضلي دكتورة ميسون. شكرا لك دكتور أنور، وشكرا لكل الحضور معانا الليلة. يسعدنا إن احنا نقدر نقدم لكم الريزلتس بتاعت الاستدي دي، وإن نكون مع زملاء باحثين وفي الفيلد. يعني أنا هاخد من وقتكم إن شاء الله، أنا ودكتور واتسون، زي 10 دقائق إن شاء الله أو تلت ساعة نقدم فيها ما بس الريزلتس بتاعت الريبورت اللي انتم شفتوه الأسبوع الفات، لكن الريزلتس بتاعت الأبحاث اللي احنا بنعملها كجروب. زي ما دكتور قال إن احنا مجموعة باحثين سودانيين اجتمعنا من السنة الفاتت، أو actually من أيام الثورة، على إنه نقدر نعمل أبحاث على معدل الوفيات اللي كانت تسببت في أيام الثورة، وكانت في الوقت طبعا كان في تضارب شديد في الأرقام، وبرضه كان في احتياج لتوضيح مدى نسبة الوفيات. والآن نفس الجروب بتاع الباحثين كوننا السودان كوفيد 19 ريسيرش جروب، ونحاول نقدم أبحاث متعلقة بالسودان عشان نقدر نواجه الموجة اللي احنا فيها دي والوباء ككل يعني. ومعاي دكتور أوليفر واتسون. maybe Oliver you can introduce yourself. Thank you, Maisin. My name is Oliver Watson. I'm part of the Imperial College COVID-19 team, and since really March, April, have been leading the group's work looking at the spread of COVID-19 in low and middle income countries, and have more recently been focusing on trying to understand the level of the pandemic that has potentially occurred unobserved in the world, and has led me to working with Maysoon and working in Sudan and other locations. Shukran, yeah, Oliver. And Oliver is working on his Arabic, so we're going to try to help him in his Morocco. Okay. So just I'll talk a little bit about الأهداف الجروب بتاعتنا. الريبورت اللي طلع عن الخرطوم هناخد شوية أسئلة، وبعدين نتكلم عن التوصيات من الريبورت ده والفيوتشر ريسيرش. اوكي، زي ما قلت لكم الجروب بتاعنا عندنا هدفين، اكشلي البحوث والأبحاث جزء منه، لكن
يعني احنا دايرين اي بحث احنا نعمله انه يعني ينعكس على ارض الواقع باسرع فرصه، يعني عشان يقدر احنا نساعد الناس اللي بيتخذوا القرارات انه يقدروا يعني يواجهوا الابيديميك بطريقه based on evidence. ف يعني معظم وقتنا اي نعمل ابحاث، لكن يعني تخيل لي يمكن الوقت الاكثر انه احنا مشغلين في dissemination و advocacy و policy recommendations. فاحنا بجد سعيدين للقائنا معاكم الليله، لانه يخيل لي انتم بتجيبوا يعني يعني بتعكسوا different set of ideas based على شغلكم وعلى اهتماماتكم، إذا كان طبية أو في public health أو في الأبحاث كعامة يعني. وزي ما قلت لكم الكوفيد السودان كوفيد 19 ريسيرش جروب عندنا الخبرة في إجراءات الأبحاث في الأزمات الصحية والأبحاث في الوفيات في السودان، وكان قبل كده طبعا أيام الثورة، والآن في الكوفيد. الجروب بتاعنا ميكس، فيه ناشطين من المجتمع من السودان واي بير نتورك، جروب اوف يوث throughout السودان، there is about 10,000 membership throughout the country، وهم بجد يعني الباك بون بتاع الشغل بتاعنا ده، يعني بالذات في الكوميونيتيز اللي احنا شغالين فيها. ومعانا كولابوريشنز مع الجامعات، كليه امبيريال وكليه لندن للصحه والطب الاستوائي. طيب انا هتكلم حسي عن الكوفيد في السودان والريبورت بتاعنا والفايندينجز او الريزلتس بتاعته شنو، وفي نفس الوقت عشان ده هيكون بالنسبه لكم يخيل لي مهم جدا الليميتيشنز بتاعت الاستدي ذاتها، وكيف احنا نقدر يعني نعاين للريزلتس دي ونقدر نتفهم هي بتقول في شنو، واحنا برضو الليميتيشنز بتاعتنا شنو اللي احنا يعني ما بنقدر نقوله من الاستدي دي يعني. طيب احنا حسي اكيد انتم عارفين الكلام ده كله، احنا يوم 10/11 اعلنت اللجنه العليا للطوارئ عن الموجه الثانيه للكوفيد في السودان، ويوم 12 الوزير المكلف دكتور اسامه اكد انه الحظر في الوقت الحالي ما خيار لمواجهه الموجه الثانيه في السودان. ف احنا دايرين نفهم بالضبط يعني حصل شنو في الموجة الأولى عشان إحنا نقدر على ده نقدر نشوف احتمال يحصل شنو في الموجة الثانية، والمفروض إحنا نعمل شنو كدولة وكشعب وكأفراد في المجتمع. So الشغل اللي إحنا شغالينه في الجروب there's two kinds of work. الأول اللي هي الأبيديميولوجيكال ورك، ومنها النمذجة الرياضية اللي حنقدمها الليلة، وعندنا أبحاث في المجتمع اللي هي بتشوف المجتمع السوداني بيتقبل شنو من ناحية الحماية عبر السلوك. أكيد أنتوا شفتوا في تغيير شديد من الموجة الأولى للموجة الثانية، على الأقل في الخرطوم، في تقبل الشعب أو المجتمع للطرق المتنوعة للحماية، وده كله طبعاً بيست على يعني نسبة الريسك بيرسبشن، يعني انه الزول هل حاسس انه هو معرض لخطر ولا لا. فاحنا بنحاول ندرس التغيرات دي، وبنحاول ندرس نشوف انه المجتمعات السودانية المتنوعة من الحضر الى الريف وما بينها، يعني افكارهم شنو لما انت تيجي تقول لهم يعني الحماية، لما تيجي تقول لهم السوشيال ديستنج، لما تيجي تقول لهم الكمامات، يعني هم يتقبلوا شنو وما يتقبلوا شنو، وبيساعدنا ان احنا نقدر يعني نقدر نبني لـ behavior change شنو. فدي النوعين الريسيرش اللي احنا بنعملهم في الجروب. بالنسبة للنمذجة الرياضية اللي احنا فيها حسي، كان عندنا يعني basically سؤالين عايزين نعرف في المواجهة الأولى، كان في كم إصابة وكان كم في كم وفاة أو 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 death، وبناء على ده نعرف اللي هيحصل او اللي احنا متوقعينه، التوقعات للموجه الثانيه شنو. السبب اللي احنا بندرس الوفيات يا اخواننا انه احنا اكيد طبعا اذا اي زول فينا عاين للتقارير الطالعه، التقارير الرسميه اللي بتوري عدد الاصابات وعدد الوفيات، بالنسبه حتى لعدد الاصابات وعدد الوفيات اللي احنا عارفينها في اهلنا، في يعني عائلاتنا، في مجتمعنا، بتعرف انه اكيد العدد المنعكس رسميا ده
يعني مختلف أكيد من الواقع، ودي ما بس عشان الناس ما بتعمل شغلة ولا مهملة شغلة ولا في تقصير، لأنه فعلا صعب إنه أنت تعكس النسبة بتاعت الإصابات الحقيقية في أي مجتمع، إذا كان هنا في إنجلترا أو في السودان. طبعا في السودان بتكون أصعب لأسباب كثيرة طبعا، لكن من ناحية الوفيات الأيديا إنه الوفيات بتتلقط أكثر من الإصابات، يعني إنه أنت تتوفى من الكوفيد يعني ممكن to capture this more than إصابات. فإحنا بنحاول من الموديلينج ده نبدأ بالوفيات ونرجع لورا عشان نحدد عدد الوفيات شنو. فديل السؤالين الأهميين. أنا حوقف هنا وحخلي دكتور أوليفر يشرح لنا شوية، عشان إحنا الجروب بتاعنا يكون فيه باحثين وناس مهتمين بالساينس والميثودولوجي، إنه دكتور أوليفر يشرح لنا ما هي الماثماتيكال موديلينج والنمذجة الرياضية، وتدخل في الماثماتيكال موديلينج شنو يعني. فحخليه هو يشرح السلايد ده ونرجع لكم تاني إن شاء الله. So Oliver, over to you for the modeling approach. شكرا لكم. Yes, thank you, Maysoon. So we have been using a transmission model for COVID-19, and it is an extension of an SEIR model. Maysoon, were you sort of translating as going along, or shall I do a blog? No, you go ahead. I'll summarize. Yeah, that's fine. Perfect, cool. Maybe just explain what SEIR is. SEIR model, which... this is a type of model that tracks individuals in terms of their infection status. So starting in susceptible, S, moving to an exposed infection category. So having been infected, but not yet infectious. We then have the I compartment, which is infected and as well potentially infectious, and then a recovered compartment. This use of SEIR covers a wide range of models that have been used for modeling infectious diseases. And there are at least 20 different SEIR models for COVID-19 from different groups around the world. And they all do very similar things. Our version of the SEIR model further breaks down the I compartment such that we track infected individuals in terms of their disease severity. With this, we have whether they will develop a mild infection and will not require treatment. And then we have more severe infections that will either require treatment with oxygen or in the most severe cases, treatment through mechanical ventilation. Those levels of disease severity are dependent on the age of individuals. So we have age-dependent clinical severity. As well as then the age-dependent mortality outcomes from those different disease severities. And within that model, we have the healthcare capacity explicitly modeled, and by which I mean how many patients can be treated with oxygen and how many can be treated with mechanical ventilation. We explicitly model that as a capacity so that we are able to model an altered mortality or rate or case fatality rate for individuals if they were requiring oxygen but did not necessarily receive sufficient oxygen. So that's a sort of full description of the model framework that we use. Thank you, Oliver. Yeah. So, بس عشان نلخص الموديل دي بيخش فيها حاجات كثيرة، بيشوفوا القابلين للإصابة، المعرضين للإصابة، يعني زول يتعرض actually للإصابة من زول تاني جنبه، والناس اللي actually مصابين، والناس يعني شوفوا يعني
So, وبعدين بياخد into account the age. The age is important لبلد زي السودان لأنه إحنا يعني the age structure بتاعتنا ما زي باقي البلاد. فدس دي حاجة مهمة إن إحنا ناخدها. فممكن دكتور أوليفر للناس اللي عندهم interest يرجع عليكم أو يرد لكم على أسئلة معينة دي. لكن for now I'll move on. أنا بس كنت دايرة يعني أوريكم إنه إحنا ما يعني ما بس بناخد كلام من ناس تانين ونجي فجأة نقول لا والله إحنا عملناها يعني ما طوها لي كده يعني there is a science behind it يعني. Okay. Oliver, I will take this one, but perhaps you can come back to it in the limitations. طيب إحنا المصادر بتاعتنا شنو عندنا مصدرين في السودان كويس وأكشلي إحنا كنا محظوظين جدا إنه الأبحاث دي تعملت في السودان ويعني يعني بنحب نشكر الناس الفريقين البحث العمل والسيرفيز دي لانه قدرنا من المصدرين دي يعني نقدر نعمل كاركترايزيشن للابيديميك ذاته يعني واحد كان في بحث في السوشيال ميديا اتعمل انه يسالوا الناس الاعراض بتاعتهم على اتعمل على الانترنت وكان بس يسألوا الناس على الأعراض ونتائج اختبار الكوفيد كان شنو ومنها برضو عملوا نمذجة رياضية وقدروا يصلوا لنسبة بتاعت إصابات في البلد في الخرطوم actually والحاجة الثانية كانت وزارة الصحة عملت مسح برضو والمسح ده كان ما بس بيسأل الناس الأعراض لكن برضو بيسأل الناس بياخدوا بيعملوا يعني بيعملوا تحليلات للكوفيد بطريقتين عشان يتأكدوا إنه الناس في الجروب دي participants عندهم كوفيد ولا ما عندهم كوفيد ودي برضو أدتنا فكرة عن نسبة الإصابات لكن الحاجة اللي إحنا دايرين نقوله إنه المسحين ديل ودكتور أوليفر حيرجع لنا للكلام ده تاني إنه المسحين ديل يعني أكيد ما كانوا representative للخرطوم مع إنه كان very wide وحتى بتاع وزارة الصحة كان يتعمل في 22 منطقة لكن أكيد الناس الوافقوا إن يكونوا في المسح ده مختلفين عن الناس اللي ما وافقوا يعني إحنا نتخيل إنه الناس الوافقوا يكونوا في المسح يعني احتمال يكون عندهم يتعرضوا للإصابة أو عندهم كانت أعراض فاحتمال النسبة اللي إحنا طلعت من المسحين دي للإصابات بتكون مرتفعة بالنسبة للنسبة الحقيقية فإحنا كنا عايزين ناخد الريزلت دي ونعمل عليها الموديلينج ونعمل زي تعديل للأوفر استيميشن ده عشان إحنا ما نجي ونجي نقول إنه يعني مثلاً السودان كله عندهم كوفيد when this is not true يعني فالريزلتس حقتنا الليلة دي أكيد طبعاً لأغلبية الناس لما بيفتحوا الجريدة أو بيفتحوا الواتساب بتاعهم ويلقوا فجأة إحنا بنقول يعني one third of ناس الخرطوم عندهم كوفيد يعني دي حاجة يعني بتخلع يعني فلكن أكيد لكم إنه الميثودولوجي اللي إحنا وصلنا ليها دي للحاجات دي take into account البايس في المصدر ذاته لكن أكيد في درجة يعني لا يقين في الحاجة دي فإحنا بندي range بتاع بندي point estimate وبعدين برضو بندي range يعني ممكن نكون من كده لأعلاه كده فبس دي المصادر اللي إحنا استعملناها وبجد يعني كنا lucky لأنه في بلاد تانية كثيرة ما في sources دي عشان إحنا نقدر نعمل الشغل اللي إحنا عملناه في السودان. طيب ال findings كانت شنو؟ بأكيد أنتوا يعني مريتوا بال findings لما قريتوا ال report أو قريتوا ال article اللي كانت طلعت في ال press briefing إنه إحنا بنقدر إنه ما بين مارس وسبتمبر كان في موجة كبيرة جدا للكوفيد وإنه كان في high level نسبة عالية جدا من الوفيات ما اتعدت وما كان ممكن تكون تتعدى ذاته يعني لكن النسبة اللي إحنا بنتوقعها إنه around 97% من الوفيات اتعدت اللي هي 97% الوفيات الدايركتلي يعني دايركتلي من كوفيد احنا حتى ما عدينا الوفيات الممكن تكون يعني عشان المستشفيات مقفله ولا عشان الزول كان عنده يعني
يعني مرض ما قدر يلقى له علاج او المستشفى كانت مليانه، كلها برضو طبعا لها علاقه بالكوفيد، لكن احنا ما يعني ما وصلنا للتقدير ده. فبيست اون ذس وي استيميت ذات اراوند 16,000 شخص اتوفوا في الخرطوم ما بين مارس و 2011 وما اتعدوا في التقريرات الرسميه. التقرير الرسمي لولايه الخرطوم لغايه يوم 2011 بيقول انه في 477 شخص اتوفى من الكوفيد. طبعا الديفرنس فيري بيج، يعني ممكن الناس تقول يعني في ليفل اوف عدم يقين في يعني اكزاكت نمبر، لكن اللي احنا دايرين نوصل لكم يا اخواننا انه عدد الوفيات في الموجه الاولى كانت كبيره شديد وما كلها يتعدد، والنسبة الأعلى ما تعدد. والحاجة دي الصراحة ما غريبة على السودان، بالعكس هي يعني قريبة جدا لبلاد تانية، وسبيشلي يعني بلاد إيربن إيرياز، مناطق إيربن إيرياز زي دمشق في سوريا، عدن في اليمن، وفي برضو مناطق في أمريكا اللاتينية برضو لما عملوا الشغل ده لقوا إنه the level of detection كان very low. بالعكس لما تقارن دمشق، I think you said Damascus was about 1% detected, Oliver. يعني 99% من الوفيات في دمشق ما اتعدت، والنسبة برضو قريبة ل 99% ما من الوفيات ما تعدت في عدن. فالباترن دي very similar، والأسباب واضحة. لما أنت تعاين لبلد زي السودان وفي سيرفيز، في ثلاثة سيرفيز اتعملت، سألوا الناس أنت لما جاتك أعراض، الأعراض اللي هي بتبين إن هي الكوفيد دي، أعراض مثلا نزلة أو فقد للشم أو يعني عملت شنو في السودان، في ثلاثة سيرفيز، واحد مع جونز هوبكنز، واحد مع يونيسف، وواحد برضو مع وزارة الصحة، من الناس اللي سألوهم جاتهم أعراض وسألوهم أنت عملت شنو لما جاتك الأعراض دي، يعني تقريبا 1% بس اللي قالوا عملوا أي حاجة. فما غريبة إنه يعني إحنا كمجتمع لما بتجينا الأعراض دي ولأسباب يعني understandable، إنه أنا ما بمشي لتستينج، whether it is because أنا ما قادر أمشي لتستينج، ولا تستينج أصلاً ما كان available، ولا أنا متخيل إنه دي حاجة عادية جداً، لأنه إحنا طبعاً الليفل بتاع ال upper يعني respiratory infections دي يعني very very high في السودان، فكون إنه زول يجيه يعني شوية أعراض زي دي الناس ما بتنتبه شديد يعني. فعشان كده الناس اصلا ما كانت بتمشي تقدر اما ما بتمشي تحلل، قادره تمشي تحلل ولا ما بتمشي كله عشان ما في تحليل او ما في مواصلات او ما في قروش يمشوا للتحاليل، او حتى لو حللوا الناس بتتخيل ان هم ما في علاج فما بيعملوا تستين، فالناس ممكن تموت وياهو لا قدر الله، يعني الناس بتقول يعني ياهو يعني مات بكده، لكن في الموجة الأولى ما كان في أي تأكيد إنه الناس دي ماتت بكوفيد. فreally it is not surprising إنه حاجة دي. لكن إحنا لما جينا أخذنا ال information يقولنا طيب لو إحنا بنتخيل إنه 3% بس من الوفيات هي اللي تعدت، يبقى إحنا لما نعمل الموديلينج بتاعنا ودي البيكتشر هنا، لو حسبنا إنه 3% اتعدت اللاين الأخضر، يبقى إحنا هنشوف موجة أكبر شديد من الموجة الأولى، موجة أكبر من الموجة الأولى. طيب لو أنت جيت وقلت لي والله يا ميسون كلامكم ده يعني أوكي ممكن، لكن ما أظن 3% بس، يمكن أكتر، إحنا بنديها الرينج لغاية 5%، يعني ما إحنا ما نتخيل إنه أكتر من كده الصراحة يا أخواننا. لو 5% من الناس يتعدوا اللي هم توفوا يتعدوا، يبقى الموجة دي اللي هو أنا لخبطت، الأزرق هو 3%، والأخضر لو 5% من الوفيات تعدد، يبقى الموجة اللي إحنا حنشوفها حسي في السودان هتكون أكبر من الموجة الأولى. فكل ما إحنا نقول إنه الوفيات تعدد بطريقة أحسن، معناها إنه الموجة دي هتكون أكبر من الموجة الأولى. وإحنا بنعتقد أو بنقدر إنه يعني حتى عملنا different analysis sensitivity analysis بنشوف إن هي ما حتكون أكتر من 5% أصلاً تعدوا في السودان.
يعني it doesn't go with the data. So based on this, we estimate that around 38% of people في الخرطوم, sorry, الداتا دي كلها للخرطوم, أنا مرات بقول السودان لكن it's really في الخرطوم. 38% of people في الخرطوم infected بكوفيد up to 20th of November. ودي can be as low as 35% and as high as 41%. كويس. ودي طبعا النمره الجد يعني الناس كلها ركزت فيها وقالوا ما ممكن وكده, بس عايز اذكركم انه في ال 38% دي includes symptomatic و asymptomatic, يعني ناس اصلا حايمين وما عندهم اي اعراض وما عارفين ديل بيصابوا وبينقلوا المرض. ف we expect انه based on this even with some degree of uncertainty يا اخواننا, إنه الحاجة المهمة إن إحنا نركز فيها إنه الوفيات اللي حصلت في السودان من الموجة اللي فاتت وحتى الموجة دي ما حتتعدى بكاملها, ما ممكن أصلا, لكن we are saying إنه the level is so high that we have to يعني ما نقعد بس ونقول والله إحنا ما حنقدر نصل للأرقام الحقيقية, لكن نحاول حس إحنا عندنا المصدرين ديل قدرنا نصل يخيل لي أقرب للحقيقة من 477 التقرير الرسمي يعني بيقولوا. ودي مهمة لأنه بتعكس للشعب مدى الخطورة, وأكيد في الموجة الثانية إحنا ممكن نتكلم عن إنه الشعب يعني فيهم مدى الخطورة دي ما بس من أرقام زي دي, لكن أنت بتشوف حوالينك ناس كثيرة جدا, لأنه حسي في الموجة الثانية الأفيلابيليتي بتاعت التستينج حتى بالبرايفت والببليك بيجي أكتر, فالناس بيجت تقدر تمشي تعمل تحليلاتها وتجي تقول يعني عادي جدا تلقى زول يقول انا عندي كوفيد انا عندي كوفيد انا عندي كوفيد, يعني دي يعني خيال لي بقت اسهل كثير, وده برضه بصحي لانه الناس تقدر تحلل اكثر وتقدر تشوف اكثر فبقى مور فيزبل. كويس. فاحنا عايزين الناس تركز في انه يا اخواننا انتوا لما زول يقول لنا والله السودان الحمد لله يعني ما جاته ضربه كبيره, وي ثينك ذس از نوت ترو, انه احنا يعني قدر الله ما شاء فعل, لكن كانت موجة مميتة, وللأسف الموجة اللي إحنا فيها دي برضو مميتة, ونتوقع إنه هي ولا قدر الله يعني غالبا حتكون يعني أقصى من الموجة الثانية. فأنا حقيف هنا وحخلي أوليفر يرد على 3 أسئلة اللي هي دائما بتتسأل لنا لما نقدم البحث ده والشغل ده. فأوليفر, if you can answer these three questions, we would be grateful. So, happily. Thank you, Maisine. So the first question is a really important one, is if that is how many people we are expecting have already been infected, how are we not observing that necessarily in terms of the expected mortality? How are we not seeing that many people infected? And there are a number of reasons why. The first is, as I think Maisine mentioned, is that includes both symptomatic and asymptomatic individuals. And approximately half of all infections, we believe, will be asymptomatic. So that already removes half of that number in terms of what you would likely observe. As well as that, there's the younger demography, younger age population in Khartoum compared to higher burden countries, mostly in sort of Europe and high income settings. And so that difference in the age patterns does again mean that potentially more infections are likely to occur unobserved due to being asymptomatic or suffering only very mild symptoms. And so the last one really again is on how difficult it is to actually detect COVID-19. During the beginning of the pandemic, every country in the world was caught unaware and did not have sufficient testing. Relying on a PCR-based diagnostic test to respond to an emerging pathogen will always, I believe, mean that we are behind the epidemic in understanding how far it has spread. And that is true for every country in the world. And so having to use that for a confirmation of an infection and for confirming deaths means that it is substantially harder to understand and track the
epidemic. In combination with that is that really in many countries in Sub-Saharan Africa, the Middle East, Latin America, registration of deaths and the ascertaining the cause of death occurs quite infrequently. I think only 8 countries in Africa register over 75% of their deaths based on recent UN estimates. Other sort of countries that are at the lower end of death reporting, something Ethiopia registers roughly 2% of its deaths and understands their cause of death. And if we have a look at, say, other infectious diseases, so I'm a malaria researcher primarily, and we know for malaria that across all countries, roughly 1 in 4 malaria deaths are reported based on the estimated deaths. However, malaria is an endemic disease which has a rapid diagnostic test, much better infrastructure set up for understanding its presence and risk factors, and substantially less stigma associated with malaria infection. And yet that still only has 1 in 4 deaths being reported. And that really has a large range as well. So looking back at the most recent World Malaria Reports, some countries have as low as only 5% of malaria deaths being reported. And so if you position the estimated COVID reporting that we've found here against malaria, it suddenly starts to seem quite comparable and, you know, more believable. And lastly, really to tack onto that is the fact that the symptoms associated with COVID-19 are very nonspecific. Apart from the loss of smell and taste, really detecting COVID-19 amongst the background of other respiratory infections is very, very difficult. And so being able to rely on alternative methods for diagnosing COVID-19 is very difficult. Sorry, that was a very long explanation for the first answer, but it really hopefully gives an idea of how difficult it is to respond to the pandemic and to characterize all the levels of transmission occurring. Thank you, Oliver. I think إنه من كلام Oliver ده يعني ناخد نقطتين إنه الوفيات أصلاً في السودان وبلاد زي السودان ما بتتعدى regardless السبب شنو ما بتتعدى بنسبة كويسة. وإذا أنت عينت للملاريات مثلاً إنه هما يعني بيشوفوا إنه تقريباً 5% من الوفيات من الملاريات بتتعدى أصلاً. فيعني لما تشوف إنه يعني مرض زي الكورونا ده زي ما قال أعراضه ممكن تخش في حياة تانية وإنه كان في وصمة شديدة جداً للناس الممكن أنت في الموجة الأولى على الأقل إنه أنت يعني وقت ما أنت تعمل تيستينج وتطلع بوزيتيف حيجي يعني حتغير لك حياتك كله خليك من إن أنت يعني موت ده لكن فيها عزل وفيها وصمة وفيها يعني كانت صعبة شديد. فإنه الناس ما توري إن هي عندها كورونا وما تعمل تيستينج دي ما كانت حاجة ما متوقعة يعني. والحاجة الثالثة أنا دايرة أقول إنه التو سورسز اوف انفورميشن اللي عندنا دي ادونا نفس الليفل يعني ده براه وده براه ادونا نفس الليفل فدي برضو بتزيد في يقيننا في الريزلتس. اوكي ثانك يو اوليفر. سو ان كونكلوجن احنا بس دايرين نقول للناس يا اخواننا انه يعني للاسف واجان يعني زول بيقول يعني لا قدر الله الوفيات اللي احنا متوقعينها تحصل في الموجه الثانيه دي will be significant يعني will be significant for the country and unfortunately will not be recognized. لكن يخيلين الشعب السوداني بقى على الأقل يعني to recognize it لأنه إحنا في حياتنا وفي مجتمعنا وفي عائلاتنا وفي أهلنا بقينا نشوفه شديد يعني. فيخيل لي الموضوع ما بقى as silent as it was before. لكن still ما حنقدر to capture the true level إلا بال يعني بالميثودز اللي احنا بنعملها دي لانه any official report will not have that level of detection. الحظر الان ما خيار في السودان لاسباب كثيره مع انه في البلد بقت تتقفل في 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 يعني من المدارس ل
يعني الصالات الاحتفالات وحاجات كثيرة يعني. فإحنا بنقول إنه كل حاجة بنقفلها بتساعد، وأكيد إحنا متفهمين إنه الحظر ككل يعني له يعني إمباكت برضو، فإنه يعني لازم الزول يعمل بالانس بين الاثنين. لكن كل ما احنا كل حاجه نقدر نعملها اذا كان على مستوى فردي، على مستوى العائله، على مستوى الحله اللي انت فيها، على مستوى المجتمع اللي انت فيه، على مستوى الدوله، كله بيساعد يعني. لكن في النهايه، من غير حظر كامل يعني، لما تشوف يمين تشوف شمال، الريزلت از ذا سيم. انه الريسبونسبيلتي لحمايه نفسك وحمايه اهلك بقت في يدك انت، اتحولت لك انت، ما في يد الدوله. يعني ما في زول حيقول لك ما تطلع، ما تخش، ما تركب المواصلات، ما تمشي هنا. دار تمشيه امشي، دار تعمله تعمله، يبقى انت لكن في يدك هذه الحريه، وفي يدك يعني هذا القرار، وفي يدك هذه المسؤوليه. يعني المسؤولية بجد 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 مع الأفراد ومع الشعب. فدي يعني من ناحية صعبة شديد، ومن ناحية يعني إن شاء الله يعني كل ما نقوي الوعي وكل ما الناس تمشي لقدام إن شاء الله نقدر يعني تتحول لتغيير، سلوكيات. يعني إنه تغيير السلوكيات مهم جدا، وأهم حاجة يا إخواننا اللي إحنا بنتكلم عنه، الحماية الكاملة أو التدريع. التدريع ده يعني انت تخيل ان انت بتحاوط الناس اللي انت معرضين للخطر اكتر، اذا كان ديل عندهم ناس امراض مزمنه، اذا كانت ديل امراض ناس مسنين، او ناس عندهم نقص في المناعه، او اي زول يمكن معرض للخطر اكتر، انه الناس ديل يتحاوطوا، ما بس عشان انت تقعدهم في البيت، لكن اذا انت قاعد في البيت ومعك في اهلك او في ناسك، انت ذاتك معرض للخطر، وفي ناس بيخشوا وبيطلعوا وانت قاعد، انت ذاتك معرض للخطر من اللي بيخشوا وبيطلعوا ديل. فالحماية يا إخواننا ما بس من العالم البرة، الحماية من العالم الجوه ومن أهلنا. يعني إحنا يعني الأدفايزر أنا دائما بديه لأي زول، أنت حايم في الخرطوم أو في السودان في هذه الأوقات يا إخواننا، بس اعتبر إن أنت مصاب وما دا تدي المرض ده لزول تاني في كل حاجاتك اللي أنت بتعملها، وبالذات جوه بيتكم، فأي حاجة أنت تقدر تعملها عشان تقلل الخطورة إن أنت يعني تعمل المرض ده تديه لزول تاني، أعملها. كل في كل في كل يعني هنا في كل معاملاتك مع الناس، وبالذات جوا بيتكم، بالذات للأسابيع الجاية. يعني إحنا we expect إنه الأبيديميك to peak maybe at the end of the year or at the beginning of next year. فالأسابيع الجاية دي كريتيكال شديد يا إخواننا. فإن شاء الله بس يعني إحنا غير كأنه يعني شغلنا كباحثين أو الانترست في الساينس، أنا بس يعني بيرسونال مسج لكل واحد فينا، يعني إنه إحنا نقدر نعمل اللي علينا، إنه يعني نعكس ما أقدر أقول نعكس الخطورة، لكن نعكس الفرصة، اللي إحنا في يدنا، إنه إحنا نحمي أعز الناس لينا وبطرق بسيطة وجوه بيتنا، وبالذات في الأسابيع الجاية. لما بقينا نتكلم في الحماية والتدريع والحاجات دي، أول حاجة الناس قالوها لينا، ودكتورة ندى عبد الماجد ليدينج في الأبحاث دي، يعني هي ما قدرت تكون معانا الليلة، لكن حنعمل presentation on her behalf and the team working with her with the Sudan Y peers. أول حاجة قالوا لنا، والله إحنا الكلام ده ما بينفع معنا في السودان، إحنا ما بنقدر يعني نخلي يعني الناس اللي حوالينا يعني نقسم البيت ولا نحمي ده ولا نحمي ده. لكن لما مشينا لكوميونيتيز مختلفة في السودان، منها كوميونيتيز في الحضر والريف وما بينهم، لقينا انه اكشلي الفكرة بتاعت الحماية دي يعني حاجة سودانية شديد، حاجة سودانية، مفهوم سوداني ومفهوم يعني موصل فينا، يعني ما حاجة غريبة إنه أنا الضعيف أحميه وإنه أنا العيان أحميه. بالعكس، حتى ما بس من ناحية اجتماعية سودانية، من ناحية دينية برضو، يعني إنه أصلاً الزول العيان ده يعني بيفصل نفسه وما بيتحرك برا بيته ولا حتى برا مجتمعه وكده، دي أصلاً حاجة أصلاً دينية يعني مذكورة يعني، فما كان غريب عليهم. لكن في الوقت ذاك اللي إحنا عملنا الأبحاث، كان يعني الناس قدرتهم على عمل الحاجة دي طبعا بتبنى على حاجات كثيرة، منها انه يعني في ناس اصلا في الوقت ده ما كانوا مصدقين ان الكورونا دي فيه، وما كانوا، وكان في يعني وصمة كبيرة جدا شديدة جدا، وكان في a lot of rumors ونكران،
ويمكن لسه في لحد كبير، لكن يخيل لي شويه في اختلاف، لكن برضو دي حاجات بتخلي الزول يعني ما يتبنى السلوكيات دي في حياته. لكن برضو الحاجة الثانية، حتى لو الزول مؤمن بالكورونا وداير يحمي نفسه ويعني عجباه الفكرة وأي حاجة، في حاجات يعني ماديا كده الزول ما يقدر يعملها، إذا كان البيت صغير، إذا كان ما في قروش إنه الناس يعني لازم تشتغل برا البيت، الزول العيان ده أو المعرض للخطر ده هو ممكن يكون رب المنزل يعني، ولازم يطلع ولازم يشتغل وما عنده فرصة يقعد في البيت. فإحنا يعني بنشوف إنه في أوقات زي دي، ما بس للكورونا، لأي وقت تاني، إنه في فئة في المجتمع معرضة للخطر أكثر. يا إخواني، إحنا مسؤوليتنا كدولة، مسؤوليتنا كمجتمع إن إحنا نتكاتف مع بعض، إنه نحنا يعني نرفع الضعيف عشان يعني أضعف الناس فينا يقدروا، ما إذا كان ماديا أو فيزيكلي، يعملوا الحاجة اللي هم يعني تحميهم. فيعني دي كانت واضحة جدا من الأبحاث، إنه في again في critical period، في فرصة لأنه الناس ممكن تتقبل الـ ideas دي وبمساعدة ممكن تتبناها. These are just some of the future research that we're thinking about. أنا ما حتطرق لكل واحد فيهم، لكن بس إنه أنا أنتهي، أنا أقول شكراً أكيد لدكتور أوليفر، لأنه بجد اشتغل شغل كبير جداً ومهم جداً، دوره كان في الريبورت ده. لما إحنا ما كنا متخيلين نقدر نعمل شنو بالديتا اللي إحنا عندنا، هو يعني خلانا نقدر نفكر بطريقة أوسع يعني. ولكل الباحثين الشغالين في السودان، أكيد الوقت ده ما وقت سهل بالنسبة لنا كلنا، والزملاء المعانا حسي في الجروب والسامعيننا يعني بجد أوقات صعبة، لكن يخيلين إحنا يعني إحنا نحاول نقدم دورنا إنه to bring evidence in this critical time is important. I'd like to thank you. والواي بيرز اوف سودان اند اولسو كوليجز في وزاره الصحه في الخرطوم الولائيه والاتحاديه، جد يعني على السبورت والكونتينيود سبورت في الشغل ده. انا بس داير اقول لو الزملاء الموجودين معانا الليله بيعملوا ابحاث يعني same methodology حتى أو يعني interesting methodology، أو عندهم أي interest في الشغل اللي إحنا بنعمله ده، ودارين يعملوا أي discussion or collaboration، please يعني don't hesitate، يعني we are always so happy to collaborate. وهذا الشغل يعني في support من برا، لكن بجد في صميم سوداني، وأتمنى إن شاء الله إن إحنا نبني على هذا الشغل ونبني على هذه يعني نتكاتف، ما بس في يعني في حللنا ومجتمعاتنا، برضو يعني علميا وكل الاكسبيرينس اللي احنا عندنا نخدها سوا، عشان اكيد يعني نقدر نقدم للبلد حاجه في الوقت الاوقات اللي احنا فيها دي. شكرا لكم جزيلا. شكرا جزيلا دكتور ميسون، شكرا جزيلا دكتور اوليفر على البرزنتيشن بتاع الريبورت. انا متاكد يعني حاجة مثيرة للاهتمام، وفي عدد من الزملاء والزميلات في مجموعة الباحثين السودانيين نشروا أبحاث كثيرة جدا، يعني we have seen lots of published research papers في الكوفيد 19. فأنا قبل ما أزال الأسئلة بتاعتي أرحب بدكتور عامر دين. عامر مؤخرا finished his second PhD وهو visiting professor في إسبان، وكنا سوا نحن في response team بتاع كوفيد 19. فعامر مرحب بك، مبروك السكند بي اتش دي. اي دونت نو هاو يو دو. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. شكرا جزيلا على الانتدكشن. صراحه والله اتس فيري انترستينج برزنتيشن، يعني فيري فيري انترستينج اند اولسو موتيفيتينج، يعني صراحه اننا نشوف لايك سودانيز دياسبورا targeting their research towards يعني solving problems يعني في السودان في الوقت الكريتيكال ده. ف والله thank you so much for your contribution. لكن انا عندي سؤال برضو. I mean I'm also interested in modeling and simulation، لكن I think it's different field. ف جزء اللي انا حضرته كان في technical problem طلعت، لكن السؤال انا بس سمعت انك كنت بتتكلمي عن انه you did some modeling للproblem بعدين حصل
like overestimation or overfitting somehow. I don't know, how did you solve this problem? Did you, after that, manually tune your model to, have more accurate prediction? Well, if you've done so, طيب, how would you assess the prediction reliability and robustness of your model? Is that any? شكرا دكتورة، سؤال مبروك، ألف مبروك على الدكتورة. الله يسلمك، ربنا يوفقك دكتور أنور. لو ممكن ناخد سؤالين أو ثلاثة اللي ورا بعض وبعدين نقدر نجاوب. أوكي، ممكن ممكن طبعا جدا. أنا عندي سؤال عن الـ age structure. Oliver mentioned something about the age structure and in Sudan is different. How differ? دي واحد. الكويشن الثاني عن do you consider the government involvement في الحاجات دي؟ يعني measures that's taken by other governments in the world. في السودان كانت مختلفة، مش كده؟ حتى إنه في كوميك كده، في كوميك ظريف يقول لك إنه والله COVID-19 has declared that there is no ministry of health in Sudan. يعني بدل العكس، يعني إنه والله ministry of health has declared that there is no COVID-19 in Sudan. مهم. فالدور الحكومة هل بيكون موضوع في الاعتبار في الحاجات بتاعتكم دي؟ لأنه هنا ده بنقدر نشوف how accurate the data is، يعني how many tests اتعمل و how many positive tests وكده، و how reliable is the test. لأنه أنا سمعت من واحد من الزملاء إنه مشى رويال كير، التست was positive، مشى الرازي كان negative، فمشى عمل third test وطلع negative، فبيجي عنده two negatives واحد positive، وفي الوقت ده كان يعني panic، كان panic تماما. فدي الحاجات الداير تجاوبها. بعدين في مصطفى خندقاوي برضو عنده سؤال. مصطفى تفضل. مصطفى اعمل unmute لنفسك. What type of modeling can be used? What type of modeling can be used? Okay، تمام. Okay. شكرا دكتور مصطفى. So Oliver, I think there's three questions. Two of which are really kind of around the science of modeling. One being from Dr. Amar Adin, how do you deal with bias, and how did you adjust for it in your modeling? A related question is that from Dr. Mustafa is, what type of modeling can be helpful? I'm presuming that means in the future. So perhaps we can think about that. Dr. Anwar had a couple of questions related about the government response and the reliability of testing. And perhaps I can come back to that and give you an opportunity, Oliver, to present about the modeling questions. And I can take the government response one. Yep. So I think the first one is really what... I'll give you the easy questions, Oliver. Okay, that's right. I'm okay with that. I think the first question I'd answer from that, and I think it's a really good one, is what is the role of modeling now, and what has the role of modeling been for responding to the pandemic? Certainly at the beginning of the pandemic, back in March, where we were providing early scenario projections of what could happen if different governments did any number of different interventions, including doing nothing. And it's those sort of scenario projections that can provide policymakers and people deciding what interventions they would look at implementing. It provides them with the range of possible outcomes. And certainly, their modeling predictions back then have been picked up in various sort of media ways and suggest that a lot of these predictions haven't come true. That's good news, ultimately, right? We made a range of predictions suggesting what would happen if different governments did nothing and put no interventions in place. And that was used
as really an argument as to why some interventions should be put in place. I know you're going to speak about the government policy interventions put in place very soon, but certainly we believe that the initial lockdown that was put in place in Khartoum was actually very effective. It led to a large reduction in the reproductive number. And the size of that reduction is actually quite similar to the reductions we've seen in many higher income countries. It was a very effective lockdown. The issue was that much with the rest of the world, a lot of these implemented interventions came in too late. The epidemic was introduced into Khartoum much earlier in the year, really sometime in February, most likely. And this meant that by the time the lockdown came in, there were already substantial infection within the population. And so that then sort of leads to what kind of role then does modeling now play as the epidemic is evolving and continuing to spread. And now that we have a better understanding of what policy and intervention can be put in place, and it's really understanding when the epidemic is likely to peak and continue to grow, and what then recommendations can be put in place in terms of how long people need to be shielding for, so that you can regain the commitment really and engage the population in a renewed response to preventing onward transmission. So encouraging the population to reduce transmission events, reduce risky contacts, and that's the level of sort of modeling support that we will sort of go forward and providing. And sort of related to the mortality surveys, really those understanding again what kind of frameworks we need in place to better prepare for God forbid future pandemics or similar situations happening again, so that we have better early warning systems, so that effective interventions such as the one that was put in place earlier in the year can be put in earlier in response to new threats and so on. Thanks, Oliver. And did you want to say something about addressing bias in the modeling from the source? Yes. I know you spoke a bit earlier, but maybe just kind of more specifically what was done to account for the expected bias. We would ideally we would love to have a source of serology data that was conducted across the entirety of Khartoum and where individuals were chosen randomly and there was sort of 100% enrollment from individuals who were selected. However, only a handful of those kinds of studies have actually been conducted in the world. They're very difficult to do, they're very time consuming, and they can and although they're very powerful, they are very, very difficult to implement. And so the studies that we had available likely have enrolled an increased number of infected individuals. We've seen across many settings that individuals who have recently been infected are more likely to want to partake in surveys. They want to basically confirm, was it actually COVID-19? They have been infected with. Lots of people want to know this information so that they can understand how to adjust their behavior. And so we've seen this in many settings. And so it's very hard to know exactly how many people have, how much this has biased the enrollment of individuals. However, we were able to sort of account for that bias by having those two different surveys. They were conducted at two different times using two different methods. And the fact that they showed good agreement in the level of mortality that we believe was detected does give some confidence that they are characterizing the epidemic. And even if they are both biased, they're relatively biased in the same direction. And so that seems possibly unlikely and gives some confidence to that. However, we are aware that that bias still does exist. And so the only way we can handle that is to look at making some assumption about twice as many people who have been infected have enrolled, three times as many people who have been infected have been enrolled, looking at these different scales, what we've seen in different countries and putting those assumptions in. And that's why we'd like to really report that that range of what how many deaths have been detected is really anywhere between 2% and 5%. I would not want to say it is 2 or 5, it's in that range, and that's as confident as we can be. And I think correctly acknowledges the bias in those surveys. Thank you, Oliver.
بس للتلخيص انه يعني احنا عارفين انه في المصادر الاثنين عندنا كان في انحياز انه الناس المصابين لو كانت عندهم اعراض قبل المسح انه يحاولوا يكونوا في المسح ذاته او يوافقوا انه يكونوا في المسح. فاحنا بنعمل سيناريوهات، بنخد في المودلنج بتاعنا سيناريوهات مختلفه. اذا كان المسح بيقول انه في يعني قول 18% اصابوا من الناس اللي في المسح ديل، احنا بنخد اوكي حنحاول as low as مثلا 13% as highest يعني كده. عشان ليه؟ عشان نقول طيب لو الناس ديل يعني في انحياز كبير احنا برضو بنشوف الرينج. عشان كده الرينج اللي احنا بنديكم له ده بيخش فيه الرينج والانحياز اللي احنا متخيلينه عشان يعني نعمل adjustment شوية. لكن انا ما هخش في الحاجات دي لانه ده شغل اوليفر يعني، لكن برضو عشان نقول ان احنا فكرنا في الحاجات دي and we try to adjust for it in the model. بالناحية للresponse الـ government response، الحاجة اللي احنا يعني في الموجة الأولى كان في الحظر طبعا، وأكيد الحظر دي الحظر ده يعني زي ما شفنا في الستدي ده كان له آثار كويسة في إنه يعني ينزل نسبة الإصابات وغالبا نسبة الوفيات من كوفيد. لكن أي زول عايش في السودان أو حتى عايش برا وأهله في السودان عارف إنه الحظر ده يعني فيه سلبيات كثيرة. Let's be honest، الطريقة اللي تعمل بها إنه كان في يعني المستشفيات اتقفلت، ال primary healthcare اتقفل، الناس يعني ما كان تخليك من الأمراض الولادات والحاجات دي، والمواصلات كانت مقفولة. يعني كانت 4 شهور صعبة جدا على الشعب السوداني. فحس إحنا لما بنتكلم عن الخيارات الموجودة للدولة في إنه كيف يعني كيف حسي تديل with the second موجة، أكيد إنه يعني الخبرة الأولى لازم تتاخذ في القرارات دي، وإنه يكون في balance between the need to control COVID and really rightly so the high level of mortality that is expected and the need to ensure إنه the country is functioning and there is some level of movement عشان الناس المحتاجة تشتغل والناس المحتاجة تتعالج. لكن طبعا إذا إحنا ما قللنا الإصابات ده برضو حيعكس في الفرص للعلاج وكده، لأنه المستشفيات دي لما تتقفل من أي هنا يعني ده كله حيكون هنا حيكون مؤذي يعني. فإتس a difficult balance. الحاجة أنا داير أقولها بس في الحالتين إخواننا، إذا كان شهر 3 أو شهر 9، إحنا لغاية ما إحنا شفنا الكيرف going up إحنا we predict إنه الموجة الثانية دي بدأت من شهر 9 تطلع لفوق. الكلام اللي إحنا دارين يحصل في السودان والوزارة really is very much in agreement with this، إنه يكون في early warning، ما بس نشوف لغاية ما الوفيات تكون كثيرة والناس تكون يعني so visible عشان إحنا نقدر نعرف إنه في مشكلة. we have to be able to react and to react earlier. فاحتمال يكون في السودان في طريقة إن إحنا to monitor ما بس الوفيات لكن to monitor other indicators of risk، يعني إذا كان علامات للإصابات بطريقة مختلفة، يعني إنه كيف أنت تعمل community surveillance عشان تقدر أنت تلقط الحاجة دي من بدري. على الأقل أنت لما تلقطها من بدري تقدر تدي نفسك فرصة إنه أنت يعني to react in a way it may be that you in the end react the exact same way as if لو أنت لقطتها متأخر، لكن برضو بتديك فرصة إنه أنت تأخذ كل ال في يدك من معلومات من هنا وتجهز الشعب عشان ما تجي بس تقول حظر. يعني انت انا اقول لا الموضوع ده ماشي لي قدام يا اخوانا خلوكم معانا، الموضوع ده ماشي لي قدام، عشان الناس لما تجي لحاجه زي حظر يكونوا مستعدين نفسيا وفاهمين ليه الموضوع ده وصل للدرجه دي وليه احنا محتاجين نعمل الحاجه دي. فاي ثينك انه الحاجه الوزاره is hoping to do and I know they're working really hard on doing it is to be able to do this level of surveillance both in the health system what in the community and I we are happy to support them. We will continue to support them so that we can have an early warning system. In terms of the reliability of testing, ya doctor, يعني I think the fact إنه هو قدر يلقى 3 تستات في يوم واحد في حتات مختلفة دي ذاتها تقدم، يعني خليك من هو طلعه positive ولا negative. عنده واسطات. قلت شنو؟ عنده واسطات. أيوة. This is
Actually, that point كويس جدا. This is actually a really good point. إنه الفيزيبيليتي بتاعت الفيزيبيليتي بتاعت who dies depends on who has access. ف exactly. So it's a social justice issue as well. Yeah. Definitely. لكن يعني I think إنه ما السودان براها في الحالة دي. It is definitely an issue that is global. لكن عشان كده يا اخواننا الدراسات دي مهمة, لانه احنا عايزين بكل الطرق نعكس الواقع, والواقع اللي هو ما بس للناس اللي عندها واسطات او الناس اللي عندها اكسس, ولكن الواقع للشعب السوداني. فمرات ما تقدر تعتمد على التقارير الرسمية او تعتمد على انعكاسك انت ذاتك. اذا عندك فيسبوك تقول والله يا اخواننا انا والله ما شفت وفيات كثيرة في الموجة الاولى. اوكي, انت ما شفت وفيات كثير, احتمال انت عايش في مجتمع ثاني, انت مغترب, انت ناسك بيخشوا السوشيال ميديا. وين الناس اللي ما بيخشوا السوشيال ميديا عشان يكتبوا وفياتهم, عشان الناس يعزوهم؟ وين الناس اللي اصلا ما عندهم قروش عشان يخطوا يشتروا تلفونات خليك من يخطوا انترنت عشان يقدروا يمشوا يعزوا الناس اونلاين؟ يعني في level of silence that is a result of poverty that we have to do better. We have to give voice. لأنه لما نزول يجي يقول لك والله الحمد لله, I always say this, الحمد لله, you know, it's a good thing. Africa has not had يعني the problems that other people had. This is not true. لكن إحنا وفياتنا مكتومة, وفياتنا ما معترف بها, وحتى لما يكون معترف بها ما في اهتمام. لأنه إحنا أصلاً بنموت دائماً ومن حاجات كثيرة وخلاص يا أخي. ده. No, it's not true. It matters very much. 16,000 people may have died في الخرطوم, يعني يمن, دمشق, يعني this is important to say. I hope إنه الكوليجز في الليلة يعني to take this away, إنه الشغل اللي أنتوا بتعملوه كباحثين في السودان عشان تعكسوا الحقيقة وتعكسوا الواقع, حتى لو بتدي يعني صوت لنفر واحد ما عنده access للحاجات دي مهم. يعني it is an important job. وأنا I hope to be able to continue with my colleagues في السودان research group to support the Ministry of Health, لأنه هم يعني really معانا في نفس الهدف ده. And I think they are working really hard to try to reach that. السنين اللي فاتت ما أدتنا a lot of space and a lot of capacity. لكن I really believe we can do better. لأنه في النية أحسن. We have a responsibility both as researchers and يعني as Sudanese to really just do better. So that's my speech. أعتقد إنك أنت يعني ضمنياً جاوبت على السؤال بتاع دكتورة سالي. هي أخذت السؤال في الشات هنا. إنه how receptive do you think the Ministry of Health to the results of your study, and is there any form of dialogue going on between you and them? مش كده؟ Definitely. الوزارة كانت ملمة بالريبورت قبل ما يطلع واتناقشوه, و يعني مش كان في بس ترحيب, كان في understanding إن الحاجة دي محتاجينها, وما كان في أي level of يعني حساسية أو يعني their main focus was how can we do better. ودي حاجة بجد يعني مهمة. حتى لو حسي قدراتنا ضعيفة, إنه إحنا دايرين نشتغل بطريقة مختلفة من السنة اللي فاتت ونعمل أحسن للناس وكل الناس ما بس الناس المقتدرين, دي مهمة. ممتاز جدا. دكتور رانيا بليلة هنا في الكومنتس برضو قالت لك إنه الستيتمنت ده صحيح بتاع level of silence as a reflection or due to poverty, اللي هو يعني in terms of social justice والaccess, بنقول عنده الaccess. طيب أنا I have another question. ممكن لو في time series يعني للmodeling بتاع Oliver. Oliver, do you have a time series like can your model project the number of COVID patients مثلا في end of March, end of April, end of May? Can you do that? Yes.
yeah. Okay. So now that's the part one. That's the binary. I could guess there was a follow-up question. The question is here. I may share my screen. So we have the researcher in the United States. Her name is Rayan Khalid, and she projected the number of the infected people in May, in May 1st, to be around 30,000 persons. Do you think that's realistic? Because we have another paper also published that projected the number of the total number of COVID infected people in Sudan is around 1 million, and that's another published paper. So do you think the nearly 30,000 is realistic in May 1st? 2020? Yes, 2020, yeah. Yes, so that paper that, or study that reported on a 1 million infected, that is one of the sources of data that we use in Yes, that's Professor fitting. Sharif and Professor Imad Kunuzi from Africa City of Technology. Yeah. So that's using that social media distributed survey of symptoms. That was a really powerful, I think, study. People have been wary to conduct sort of social media based surveys of symptoms because we don't know the bias in their use. We don't know who it is really who's able to access doing a social media survey. How does that represent across different socioeconomic backgrounds? You know, it's an online survey that's probably going to lean towards people who have smartphone penetration, etc. But the study design that they tried to do, which was recording historic symptoms, whether you had a test for COVID-19 and what the outcome of that test is, that those are sets of information can give us an idea, at least on the people responding, how many infections there have been. And you know, the patterns from that really would make me believe more towards the, you know, that higher 1 million infected individuals by May. And that is one of the things that we essentially are fitting our epidemic trajectory to when we are providing those estimates of the level of reporting. Okay. So that's all the questions that I have right now. If لو في أي زول يقانا في الزوم هنا عنده سؤال ممكن ياخده في الشات يا إما يستخدم الخاصية بتاعت رفع اليد من ال participants raise hand. لو ما في أنا أشوف برضو الفيسبوك في الكومنتس ما شايف أي سؤال so far. مع كل الناس بس يتشكر ومبسوطة. فخورين بيكي ميسون وأوليفر they are thanking you for your brilliant job and we hope you continue doing the same. Yeah, دكتور عامر تفضل. مرحب مرة ثانية. عندي سؤال دكتور أوليفر. I know the model, the kind of models like holds many uncertainties. That's true. And there will be many parameters to calibrate your model on. But still, and my question is whether this model is being validated or not. Because, I mean, I'm looking from the perspective of a decision maker. So if I would like, let's say, to make a decision, like from a governmental perspective, about, let's say, a lockdown or taking any measures concerning like COVID, let's say in the coming months, I would be concerned about, as I said, the reliability and the validity of the model. So if anyway, just the question is like whether the model has already been validated or is this like something that you're working on for the future? Thank you. Yes. Yeah, it's a very good question and point. I think, yeah, the models are only as good as how well they reproduce the epidemic trends to date. And really to that is how good the data is that we are using to create those epidemic trajectories. I think in terms of validating it, I think if we take a sort of a step back and a simple approach is that although the model has a certain amount of complexity in it in terms of
the disease severity and different mortality outcomes, the sort of simple finding from it is that for a reproductive number of anywhere between sort of two and four, which has been estimated for many different countries across the world in different settings, you would expect eventually anywhere between sort of, you know, upwards of 50% of the population up to maybe 70-80% being affected after the epidemic has occurred. And we are now seeing that level of attack rates in many parts of the world. So much of Latin America is starting to see these high attack rates. And so from a very sort of simple framework of, based on just the reproductive number that was estimated for COVID-19 and the sort of range we are seeing that size of an epidemic occur in the world. So from that sense, it's being, yeah, those simple predictions are verified, or rather that scale of epidemic can occur. In terms of the sort of how accurate the forward projections can be, that's harder to be sure of, because it really depends on what we believe policymakers will put in place. What all we can really do is say, based on what you have done currently and the size, the impact that has had on transmission to date. So we can, for example, report on how much R was reduced via the introduction of the lockdown back in April. And so we could say, well, this is how effective it was first time around. There's no guarantee, though, if a second lockdown were to have been put in place, it would have the same level of effectiveness. We've done a lot of work in Europe looking at the second waves during winter. That was a simple assumption that we were starting to look as if you put another lockdown in, it will be as effective. But I think we all knew that it probably will be not quite as effective. And so it's only as good as understanding how effective those interventions that policymakers may want to consider putting in are. We're slowly getting an understanding of that, but that's been very difficult to do throughout the pandemic. And it's a very valid source of criticism, is understanding how much of an impact interventions will have, prior to them being put in place. Really, it's very difficult to know that. And so all we can say is that they will have some effect, but knowing the size and magnitude is very hard. Yeah, I'm sorry, I can't be more confident about that, but I think it's good to be honest about what modeling can do and where the limitations are, really. Okay. شكرا جزيلا أوليفر واتسون وميسون ذهب. أشكر الدكاترة الكرام على تقديم التقرير والفايندينجز بتاعتهم، والأهم من كده إنهم they extend an invitation for collaboration to everyone في Sudanese researchers community ولا من الزملاء والزميلات otherwise. فنشكرهم شكر جزيل. دكتور ميسون، any closing thought? Dr. Maysoon, are you here? Yeah. Go ahead. Closing thought, because you are wrapping this up. Okay. يخيل لي من ناحية شخصية يا هو أبقى 10 على روحكم وعلى أهلكم وعلى حبايبكم في الأسابيع الجاية، وربنا يلطف بالبلاد والعباد. ومن ناحية عملية بس to repeat الشغل ده جوهر سوداني، ونتمنى إن إحنا المهارات اللي عندنا في السودان تتعكس ما بس جوا السودان لكن على برا السودان كمان. فإذا في أي أفكار، أي أسئلة، أي ideas, please feel free to reach out. We would love to hear from you. شكرا لكم. دكتور أوليفر، any closing thought? To echo what Maysoon said, which is really that. I think what the pandemic has really exposed is the need to better understand mortality. This isn't just due to COVID, just generally. And I think that it's becoming very clear that there is potential sources of data out there, that there are methods that can be taken to understand changes in mortality. It will require a bit more, it will require investment, it will require work, but there is substantial gain that can be made by understanding firstly how much mortality there is normally, and what the attribution of different infectious diseases, different
drivers are of that mortality, and you having that level of information can really help drive policy and sort of really optimize policy going forward. And I think just to kind of, you know, follow on from sort of Maysoon's speech, is that I think really the thing that has really impressed upon me from the pandemic and the work in Sudan is that this discussion about whether Africa has not had this much transmission or whether it's just very unobserved, a lot of those discussions are potentially, you know, they're important to have, but I think the main thing is what can we learn from that and what is the takeaway that we should be doing going forward. And the main one for me really is creating the framework in place to be able to get more rapid data so we are able to respond more quickly, whether that is from social media surveys, whether that is from gravedigger reports, whether that is from, you know, harnessing call center hotlines to understand mortality. There are lots of options. And I think the exciting thing that will come out of this pandemic is being able to try those options out and to really understand what can be improved upon going forward. And I really hope that we can learn from this pandemic and really better understand mortality and really democratize, you know, the level of data across many countries where I think modeling groups have tended to just ignore because of the data quality issues. Whereas I think it's the opposite. The data quality issues are the interesting questions, and understanding how we can actually create those systems for the next case is the most important thing to be doing now. Thank you very much. From John Snow, since the inception of of the epidemiology in London and the cholera and so on, up to now, I guess the UK has been leading in the research of epidemiology in the world, and we are very happy to have our people as well helping out here and there. نشكركم جميعا يا شباب، نشكر جميع الضيوف من أعضاء مجموعة الباحثين السودانيين اللي كانوا متواجدين في زوم، والناس اللي كانوا متابعين عبر الفيسبوك. إن شاء الله يكون في يعني تقديمات جاية مع دكتور ميسون ودكتور أوليفر، لأنه زي ما قلنا لهم إحنا دي أول مرة إنتوا والله تقدموا عندنا، لكن إن شاء الله ما تكون آخر مرة، وإن شاء الله يكون في مزيد من الكولابريشن. الناس تظل في بيوتها بقدر الممكن، وتلتزم المعايير بتاع التباعد الجسدي، لبس الكمامات وإلى آخره. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مجتمعنا ووطننا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. Thank you.